منخفض 50 يؤثر على المملكة مع نهاية الأسبوع، طقس حار نسبيا في معظم المناطق ومغبر في أغلب المناطق أيضا، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لترتفع درجات الحرارة ويطرأ ارتفاع واضح لدرجات الحرارة، وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما يقارب 5 إلى 6 درجات مع يوم الغد، وأكثر من ذلك مع يوم الجمعة. وإلى التفاصيل ننتقل إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. كما نشاهد ارتفاع واضح على درجات الحرارة مع نهار يوم الخميس، درجات الحرارة قد تصل إلى 30 مئوية في العاصمة عمان، وقد تصل إلى 40 درجة في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال يوم الخميس، ليطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع يوم الجمعة، وتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وتكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هذا المنخفض الخماسيني يحمل معه رياح نشطة مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار. الأجواء في عطلة نهاية هذا الأسبوع تكون خماسينية بامتياز، إلى أن تبدأ بالاستقرار تدريجيا مع يوم السبت، وتنخفض درجات الحرارة مع يوم السبت ليكون هنالك انخفاض واضح على درجات الحرارة مقارنة مع يوم الجمعة. ولكن فيما يخص الرياح وتحديدا نشاط الرياح، ننتقل إلى سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. أيضا نشاهد نشاط واضح للرياح في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، في معظم مناطق المملكة ستكون هنالك رياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة، لذلك نود التنبيه تحديدا مرضى الجهاز التنفسي من هذه الأجواء خلال يوم الخميس ويوم الجمعة. تكون هنالك أجواء مغبرة كما نشاهد خلال نهار الجمعة، أيضا رياح نشطة على معظم مناطق المملكة بداية مع ساعات نهار يوم الجمعة، أجواء خماسينية كما ذكرنا وأجواء مغبرة بشكل واضح. هذه الليلة في العاصمة عمان درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية والأجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 30 كيلومتر بالساعة، وتبدأ الرياح بالنشاط بشكل تدريجي مع ساعات متأخرة من الليل وساعات الفجر بمشيئة الله. في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان كما ذكرنا سابقا، هنالك نشاط واضح للرياح خلال الأيام القادمة، رياح نشطة نهارا يوم الخميس من 29 درجة إلى 19 درجة مئوية. أما يوم الجمعة نشاهد هنا ارتفاع على درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية نهارا و13 درجة في ساعات الليل، هنالك انخفاض واضح في درجات الحرارة الليلية كما نشاهد من 19 إلى 13 درجة مئوية، إلى أن يطرأ انخفاض أيضا كبير على درجات الحرارة يوم السبت كما نشاهد من يوم الجمعة إلى يوم السبت، هنالك حوالي 10 درجات في فروقات درجات الحرارة في ساعات النهار، وأيضا انخفاض إضافي على درجات الحرارة في ساعات الليل في العاصمة عمان. من العاصمة عمان ننتقل إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد. في إربد 33 إلى 21، في المفرق أجواء مغبرة 31 إلى 20 درجة، في جرش 33 إلى 20، في عجلون رياح نشطة مثيرة للأتربة وأجواء مغبرة من 32 إلى 20 درجة مئوية. في العاصمة عمان 29 إلى 19، في الزرقاء 32 إلى 20، في البلقاء 31 إلى 22، وفي مادبة 29 إلى 19 درجة مئوية، وأيضا في البحر الميت أجواء حارة قد تصل إلى 40 من 39 إلى 26 درجة مئوية في البحر الميت، ولكن بشكل عام الأجواء مغبرة في المناطق الوسطى من المملكة. في المناطق الجنوبية نبدأ من الكرك 31 إلى 19، طفيلة 29 إلى 21، وفي جبال الشرى 27 إلى 19 درجة مئوية، في معان 31 إلى 18، وأخيرا في العقبة 39 إلى 27 درجة مئوية وأجواء حارة في مدينة العقبة، في رويشد 30 إلى 17، صفاوي 32 إلى 17، وأخيرا في الأزرق 33 إلى 19. نود التذكير أيضا والتنبيه مرة أخرى فيما يخص الأتربة والغبار المثار في الأجواء تحديدا لمرضى جهاز التنفسي. نتمنى السلام للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز،
57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.